السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان الكرام في هذا البث المباشر اللي لي مباشرة من مدينة بركان المغربية. نحييكم الإخوان الكرام، تبارك الله عليكم. نعود إلى أجواء مباراة الوداد الرياضي البيضاوي المغربي وماميلودي ساندونز برسم نهائي السوبر ليج الإفريقي، مباراة التي انتهت بزوج الواحد لفائدة الوداد الرياضي المغربي. ما أثارنا الصراحة نحن كمتابعين الكرة الجميلة العالمية سواء في المغرب أو إفريقيا أو العالم ككل، هو يعني بعض الأمور الجميلة 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 جدا في مباراة ماميلودي ساندونز ومضيفه الوداد الرياضي البيضاوي. بطبيعة الحال مباراة للتاريخ، مباراة تسجل بحبر من ذهب في تاريخ الكرة المغربية الصراحة. هذه المباراة سبيسيال، يعني لم أرى في حياتي مباراة يعني بهذا الحجم، بهذا التحفيز، بهذا الجمهور، بهذا يعني التنظيم، وكذلك بهذا المسائل اللي وقعت فيها، ومنها يعني المدرب الصراحة ديال ماميلودي ساندونز هو اللي كان العنوان ديال هذه المباراة، وغادي نبين لكم علاش من خلال هذا الفيديو إن شاء الله العلي العظيم. وكذلك غادي نبينوا أن الكرة الإفريقية طورات وأصبح يمثلها مدربين شباب قدوة في الروح الرياضية، وكذلك في الأداء وفي التكتيك وحتى في الإعلام والتواصل، وكذلك حتى في تطوير الكرة الإفريقية وكذلك تطوير المنتخبات والفرق المحلية بالنسبة لهذه الفرق الإفريقية. بطبيعة الحال المغرب وشمال إفريقيا جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، والحمد لله والشكر لله أن المغرب هو قاطرة الكرة الإفريقية وقاطرة كذلك التميز وكذلك الكرة الجميلة بالنسبة للقارة الإفريقية. المشاهد مع هذا المدرب الجميل والطاقم ديالو التقني والفني وربما التطبيبي والكود ديال السكاوتينغ وكذلك الاناليز فيديو اللي تفاعلوا مع جمهور الوداد البيضاوي والجمهور المغربي الحاضر المباراة من خلال التصفيقات وكذلك من خلال هذه الأجواء الجميلة. تخيلوا مدرب خصم، مدرب منافس قبل بداية المباراة غادي يجي ويدير هاد الحركة التحفيزية مع طبيعة الحال الجمهور الخصم. أدرى ما تكونش غير كتكون غير في المغرب وغير في الفرق اللي والمنتخبات اللي عارف فيها الأمن والأمان، وكذلك أن تتقبل الهزيمة وتتقبل التعادل وتتقبل الربح وتتقبل الخسارة. صراحة أجواء رائعة. تابعوا مدرب الجنوب الإفريقي الداهية، بارك الله عليه. أود أن أقول أولا غادي نتابعوا التصريح ديالو بعد المباراة وبعد الخسارة بزوج الواحد أمام فريق الوداد البيضاوي. حتى التصريح ديالو أشاد بجمهور الوداد البيضاوي، أشاد بقوة الوداد البيضاوي. هدر تقنيا صراحة، هدر على جبران يستحق البطاقة الحمراء، لأنه حسبه كيقول أن جبران يعني طارد الكرة يعني متعمدا، ولكن الحكم عطاه صفراء. المهم جبران ما غاديش يكون في النهائي الصراحه. هذا المدرب متاثر بجبران لانه كيعتبره يعني قدوه بالنسبه للوداد البيضاوي وعميد بالنسبه للوداد الرياضي البيضاوي، وكذلك يمكن ان جبران يخلق الفارق داخل الوداد الرياضي البيضاوي ويخلق شيء من
الانسجام داخل وسط الميدان الود البدني. متابع التصريح ديال المدرب الجنوب الافريقي مكوينة، وكذلك التفاعل ديالو مع الصحافة بعد المباراة كذلك. أهنئ الوداد على هذا الفوز، هذه فقط المباراة الأولى، وأنا هنأت اللاعبين على المجهود والروح القتالية، وقد حاولوا بمنتهى القوة. هدفنا، هجومنا لم يكن قويا وشرسا كما يجب، ولكن سنأخذ هذا الهدف ونمضي. ماذا بشأن مباراة العودة في بريتوريا؟ سيكونان الفريقان جيدان أيضا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. علينا أن نفوز. ما الذي صنع الفارق اليوم؟ لو قلت لك الحقيقة ربما أقع في مشكلة، لأنني أعتقد أن جبران كان من الممكن أن يأخذ كرت أحمر بدل الأصفر، وكنا نلعب 11 لاعب أمام 10، ولكن مثل هذه الأشياء تحدث. ما الذي سيصنع الفارق في المباراة العودة؟ لنرى. سنستعد الآن، وعلينا أن نعود إلى وطننا ونستشفي ونرتاح ونستعد تكتيكيا للمباراة. شكرا جزيلا. اللقاء الصحفي وهنا في الكواليس المشاهد جميلة جدا 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 بين المدرب الجنوب الأفريقي مدرب سان داونز وعادل رمزي مدرب الوداد، الطاقم التقني ديالهم بزوج والطاقم الإداري كذلك، يعني في انسجام وتناغم وحبي داك الشيء، واشياء رائعه، اشياء جميله راه كتدخل الكره الافريقيه، راه بحال هاد الاشياء بغيناها والله. تخيلوا كون كان الاهلي او الزمالك او الترجي او غيره، ما غاديش تكون تكون اجواء مشحونه، والتحكيم قبلها هو بعدها هو، ما قبلها هو ما قبلها وما بعدها. تبارك الله، زعما هاد المدرب زعما ديال ما بين سان داونز زعما يطلق الصدر ويشرف الكرة الإفريقية والكرة العالمية. خليونا في التعليق الرأي ديالكم في هذا المدرب والشيء الذي فعله مع الجمهور، وكذلك هذه الأجواء الرائعة بملعب محمد الخامس، مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. نتمنى الأجواء أن تتكرر في نهائيات وإن شاء الله 2025 كان المغرب 2025 وكذلك كأس العالم 2030 إن شاء الله إن بقي في العمر.
بقيه. الاخوان الكرام تبارك الله عليكم، ليله سعيده، وان شاء الله خليونا التعليق ديالكم، الراي ديالكم في هذا الشيء اللي كتشوفوه، حتى في عبد ربه في هذا الشيء اللي كيدير، واش توفق ولا ما توفقش في المواضيع اللي كيطرح الرياضيه وغيرها. تبارك الله عليكم الاخوان، السلام عليكم، ليله سعيده.